شاسلي بيسألك دي أول مرة أنت بتبقي فيها في جرش أعتقد. أول مرة جرش السنة اللي فاتت كان عندي مهرجان الفحيص، برضو من أهم المهرجانات اللي بتكون موجودة في الأردن. عملت قبل كده كذا حفلة كان برضو في الأردن، كانت في قصر الثقافة الملكي، كانت كذا حفلة ورا بعض. لكن دي أول مرة هنا في جرش. أول مرة جرش. دي أول مرة هنا تبقى موجودة في جرش فعلا. أكيد أنا برضو أنا هكون طماعة زيك يا شاذلي، دايما المذيعين طماعين على فكرة. عايز أختم بأما براوة. أما براوة على مصر، على وجودها، على مصر دولة الشرف. إحنا موجودين في الأردن في جرش، مصر بتغني في كل مكان، ولا إيه يا شاذلي؟ طبعا لازم نسمع حاجة، إحنا دايما نستغل المواقف اللي زي دي، ما بتتكررش كتير. أيوة يعني هناخد أما براوة علشان الوقت. قلت حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانة، أروح له ولا أروح وبلاش شقاوة. أما براوة براوة على الحلاوة. الله الله.